لا زالت مشاكل العراقيين تتركز في المشاريع الفاسدة وتأخر إنجازها من أجل خدمة الصالح العام، ودليل ذلك أحد أهم الشوارع المطلة على غربي المحافظة، فهو مهمل منذ أكثر من 7 سنوات دون أي إنجاز يذكر. حقيقة هذا الشارع مسافته هو 750 متر، وهو واجهة لكربلاء، يعتبر ب4 مدارس تقريبا هنا موجودة على هذا الشارع. احنا عندنا مشكلة بهذا الشارع، حفروه ولحد الان احنا ما نفتهم، اذا بايام المطر نشبع ضيم، بايام ماكو مطر تشوف التراب واصل لمدري وين. طريق يربط غربي المحافظة ومركزها ويؤدي الى طريق الحج البري والمستشفى التركي، ناهيك عن احد اهم الاثار في العراق منطقتي حصن الاخضر وبحيرة الرزازة. كل هذا من جانب وحاجة ساكني المنطقة لتعبيده والتخفيف من مشاكلهم بجانب اخر. نعاني معاناة من هذا الشارع، يعني هاي صار لما يقارب ال7 سنوات، وما خلينا احد ما طرقنا بابه، وقاعد يشمرون المسؤوليه من واحد لواحد. المحافظه تقول هذا على الناحيه، والناحيه تقول على المحافظه، وهذا طوله 600 متر ما يقارب ال4 مدارس. هذا السوق جديد يربط مركز المدينه بناحيه الحر، طريق بديل للزوار اثناء الزيارات الاربعينيه، طريق للرزازه وقطاره الامام علي، ومنها طريق سياحي. بلدية الحر توضح عملها المستمر في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي يعتمد على موافقة مديرية الماء والمجاري والاتصالات، ناهيك عن الكهرباء التي أشار بتأخرها عن الموافقة والمباشرة بالعمل على حد قوله. هذا الشارع بال2014 انحال على شركة واحد الجنوب لإعادة لحفر مجاري، بدأنا بمجاري بي وباشر بي بال2014، هو منطقة 19 بالكامل، بالإضافة للأحياء اللي موجودة بالمنطقه بناحيه الحر كان سابقا والان قضاء الحر. باشر به ولازم يعيد مساره هو بالكامل، فلحد الان ما عاد مساراته، عاد مسارات اغلب الشوارع اللي موجوده هنا، وهذا الشارع اعتبر من الشوارع المندثره باعتبار انه تهالك بالكامل. فعدينا كشف تخميني لاعاده تبليطه من جديد، وكملنا اجراءاتنا ودزينا كتاب للدوائر ذات العلاقه اللي هي دائره المي والمجاري والكهرباء والاتصالات، جاوبتنا اغلب الدوائر لكن باستثناء دائره الكهرباء لحد الان ما جاوبت. احد الشوارع المهمه في محافظه كربلاء المطله على غربي المحافظه يعاني تهميش سياسه المحليين منذ سنوات عده. لقناه التغيير الفضائيه جاسم الهميم، كربلاء.